عندنا سؤال للجمهور الذين في الشاشة، ليس الذين في الاستوديو، سؤال للجمهور في الشاشة وتستطيعوا أن تجيبوا عليه بالاس ام اس. أفضل طريقة للتعامل مع المرتد عن الإسلام هي، عندكم ثلاثة اختيارات، الاختيار الأول الحوار فقط، الأسلوب الثاني القتل، والأمر الثالث والخيار الثالث أن القضاء هو الذي يقرر. فصوتوا وأرسلوا إجاباتكم وستظهر النتائج على الشاشة. بالنسبة للشباب الذين معي في الاستوديو، لو تكرمون ستشاركوني في هذا الاستطلاع الذي سنبني عليه تكملة الحديث مع ضيوفنا. سمعتم رأيا، بناء عليه سؤالي لكم سؤال بسيط جدا: للمسلم الحرية في أن يبدل دينه، نعم ولا لا؟ هل للمسلم الحرية أن يبدل دينه؟ لو ثبت أنه يقصد، هل يجب تكفيره؟ يستتاب أولا، نعم. يجب أن نشرح له الشبهة، نعم. وإذا أصر على رفض هذا الشبهة واستمر على إصراره في التأويل فيجب، نعم، أن يستتاب ويعطيه فرصة. طب بعد ذلك يجب أن يكفر؟ أعتقد أنه يجب أن يكفر. يجب أن يكفر. طيب شكرا يا عبير. ننتقل للأخت فاطمة، إيش رأيك في السؤال؟ أنا شايفة أنه يجب أن يكفر. ليه في مشكلة في التكفير؟ أنا ما قلت في مشكلة، أنا أسأل سؤال. يعني يجب أن يكفر، القرآن بيتحدث عن أصناف من الناس، يقول مسلم وكافر وأهل كتاب، إذن في فئة لازم تكفر، في فئة كافرين. اتفق علماء أهل السنة في أمور العقيدة على أن هناك أمور يخرج بها الإنسان من الملة، إذا وقع فيها يعتبر كافرا. نعم. هذه الأمور أولها إذا أنكر معلوما من الدين بالضرورة، حرم حلالا مقطوعا بحليته، نعم، امر حلله الله عز وجل فجه اصدر فرمان بانه محرم، مثلا بعض الدول الاسلاميه التي حرمت تعدد الزوجات، حرم مثلا تعدد الزوجات، نعم، هذا التحريم يعتبر كفر، يعتبر كفر مخرج من المله، لانه نازع الله في حقه في ان يحلل ويحرم. كل من حكم بغير ما انزل الله وهو يعلم وعن قناعه، إذا كان يرى في، نعم، في عقيدته أن هذا الحكم يساوي حكم الله فقد ساوى الله بالبشر، كفر. نعم. إذا كان يرى أن هذا الحكم أفضل من حكم الله فقد فضل الخلق على الخالق، كفر. كل من دعا الناس إلى عبادة نفسه، نعم، طيب، دعا واضح هذه، هذه واحدة، فرعون، نعم، نعم. كل من دعا الناس إلى، زعم أنه ابن الله أو أنه، طبعا هذه قضايا واضحة دكتور، نعم، هذه قضايا واضحة، يدخل في التكفير. كل من سب الله أو رسوله أو كتابه أو استهزأ بآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل من استهزأ بمسلم أو مسلمة بسبب دينه، مش اتخانق معاه في معركة وحسابات بيصفوا مع بعض حسابات، اتخانق معاه يقول له تستهزئ بيه أنا مسلم تكفر من الملة، لا، واستهزأ به أو سبه بسبب صلاته، يعني استهزأ بالدين، استهزأ بالدين، استهزأ بشعيرة من شعائر الدين، محجبة استهزأ بيها لحجابها. أي واحد يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله مسلم خلاص، ما يكنه عقيدته، نحن لا مش غير مكلفين بأننا نبحث في التفاصيل. وبعدين الكفر والإيمان قضية أولا من الله تعالى، ثانيا هي قضية شخصية. كنت أيضا قبل الفاصل سألت الشباب عن رأيهم في هذا السؤال الهام: للمسلم الحرية أو الحق في أن يبدل دينه، والنتيجة جاءت كالتالي: 24% من الشباب قالوا نعم من حقه أن يبدل دينه، و 76% من الشباب قالوا لا. ممكن ناخذ بس بعد إذنكم آخذ عينة من الشباب ثم سأعود إليكم. أنت يا سيدي هترتد عقوبتك القتل، فده أشك أصلاً إنه دخل الإسلام، وده مشكلة كبيرة إن إحنا معظمنا أو بنسبة 70% دخل الإسلام لأنه اتولد لقى نفسه أبوه وأمه مسلمين فدخل الإسلام. فقبل ما يدخل الإسلام يا سيدي هتدخل الإسلام لك الحرية، بس خلي بالك لو جيت ترتد عقوبتك القتل، فأنت لك الحرية بس مقرونة مش حرية هذه. ماشي، ما انت مقرون بشروط. اسمع، انت تقول من حقك ترتد بس حقته لك. ماشي، ما انا مش هقول له لا. نعم. انا هقول له شو لا، بس لا اكثر من القتل ايش لا. ما عشان كده مش هرتد. انا بس اريد ان اعطي مره اخرى الكلام لاستاذنا الدكتور جمال.
76% من الشباب يرون أنه ليس من حقه أن يبدل دينه. تعليقك على هذا؟ هذا نتيجة مؤسفة جدا تدل على يعني عدم العلم بجوهر الإسلام وهو الإيمان والحرية. ما لم يكن هناك إيمان مبني على طواعية واقتناع فلا قيمة له. وبعدين زي ما القرآن بيقول فأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. نعم. يعني مسألة من حق كل مسلم أن يغير دينه كما يشاء ولا يمكن لأي قوة أن تقف في هذا، لأن هذه حرية ضمير لا تستطيع أن تتدخل بين الناس وضمائرهم. اتكلموا اقنعوا حوار، ولكن لا تجبروا على هذا. تقول لي الحوار أو القتل أو القضاء، إيه دخل قضاء وقتل في ضمائر الناس؟ أستاذ يعني جميل، دكتور جميل، معظمكم شباب ولا تؤمنوا بالحرية. نعم. هو أنا نعم. يعني أحب أحيي شبابنا وفتياتنا على فطرتهم الإيمانية وعلى غيرتهم على دينهم. وفي نفس الوقت يعني يؤسفني ان انا اسمع الاستاذ جمال البنا وهو ينادي بحرية الفكر، لكن انا صحح المصطلح انه ينادي بحرية الكفر في بلاد المسلمين. واحد عاوز يروح جهنم احنا نقول له لا، يروح بعيد عننا. واحنا الاسلام الدين الوحيد الذي بدأ بيقرأ، الدين الوحيد المنطقي. طيب افرض ان انسان ما اقتنع، اذا هناك خلل في عقله. طيب انت تعتبر ان عنده خلل في عقله، من حقه ان يكون عنده خلل في عقله؟ واحدة من اثنين، المختل عقليا اما ان يذهب الى المعمورة او يذهب الى العباسية، او ان يكون مختلا بعقله بمزاجه، يجب ان يزال عقله حتى لا يلوث عقول الاخرين. احنا كلنا متفقين الذي يخرج على القانون يعاقب، ما حد قاعد يناقش هذه المسألة. احنا المسلمة. كلامنا عن امر يتعلق بعقيدة انسان مش بخروج عن قانون. نعم. لو ان هذه العقيدة تخص واحدة ما كانت هناك مشكلة، خليني لكن المشكلة انه سيؤذيني ويؤذيك ويؤذي المجتمع. لا والله اذا هو كفر الواحد يروح جهنم وواحد لا يؤذيني ولا شيء. ليش يؤذيني؟ واحد سلمان رشدي ارتد، والله لا يرجعه. يعني ايش اثر علي؟ والله ما اثر علي بشيء. انا رايي حريه الفكر والاعتقاد على اطلاقها، لان حريه الفكر دي في حريه المعارضه السياسيه اللي عملت الديمقراطيه وعملت وازالت الملوك والاستبداد، حريه العلوم اللي تقدمت كلها، حريه العداله اللي انصفت العمال والمرأة. حريه الفكر لا تتجزا، وحريه اهم حاجه هي الاعتقاد لانها تتعلق بالضمير، فلا يمكن ان نضع قيدا عليها مطلقا.